إذن مشاهدينا الكرام، عن استمرار الانقسام بين شركاء العملية السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة ودخول المستقلين على الخط، معنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي دكتور حامد الصراف. مرحبا بكم دكتور حامد. أهلا وسهلا. أكثر من 8 أشهر إذن دكتور حامد على إجراء انتخابات، وحتى الآن يعني لم يصل الفرقاء السياسيون إلى أي نتيجة لاختيار الحكومة ورئيسها. كيف تصف ما يجري بين شركاء العملية السياسية؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهور المشاهدين الكرام. الحقيقة هذه نتائج متوقعة منذ حتى ما سبق الانتخابات يعني المبكرة الأخيرة، وأيضا كان هو تراكم الحقيقي كان يعود إلى الانتخابات في عام 2018 في آيار، وما تلاه من أيضا تعقيدات وثم يعني حلول خلف الكواليس بين التيار الصدري ودولة القانون في حينها، ثم جاء ثورة تشرين المباركة في آيار في عفوا في أكتوبر 2019 لتتوج الاستياء والرفض الشعبي لكل تراكمات هذه العملية السياسية البائسة التي فرضت من الخارج، ثم تلاها ما يسمى بالتغيير، اسقاط حكومه عادل عبد المهدي واجراء الانتخابات الاخيره اللي ايضا كانت مرفوضه من قبل الشعب العراقي، يعني مشاركه قليله جدا، هناك رفض تجاوز 85%، ليس رفض للانتخابات فحسب بل مجمل العمليه السياسيه والطومه الفاسده المهيمنه على كل مقاليد السلطة في العراق. هذه طبعا المقدمات. النتائج أيضا يعني توصف بشكل واضح، هو هناك تجاوزات كبيرة، خروقات دستورية، تجاوزات على التوقيتات والاستحقاقات الدستورية واضحة. لحد الآن لم ينجحوا حتى في ترشيح أو انتخاب رئيس جمهورية اللي بإمكانه أن يكلف شخص يمثل إذا شئنا نقول الكتلة الأكبر تشكيل الكابينة الوزارية. هذه كلها الحقيقة تراكمات وفشل تلو الفشل، مقومات النجاح قليلة جدا الآن، يعني تنحسر يوم بعد آخر. عوامل الفشل والانهيار تزداد ساعة بعد أخرى، لأنه الحقيقة الصراعات على المناصب وعلى السلطة بين الكتلة نفسها يعني الإطار التنسيقي أصبحت الآن واضحة ومثل ما يقال طفت على السطح، بحيث الآن لا مجال لأن ترمم هذه الحالة، خصوصا بعد خروج التيار الصدري من العملية السياسية. هذا ترك فراغ أيضا. نعم، هناك أيضا الانقسام بين النواب المستقلين بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة، ما تفسيرك لهذا الانقسام دكتور حامد؟ هو لا يوجد مستقلون في مجمل النتائج العملية السياسية حقيقة الآن، وخصوصا الانتخابات الأخيرة لا يوجد مستقل، يعني إلا ما ندر اللي يعني يبرز الجانب الوطني واللي يريد يعني يثبت أنه هو لا ينحاز إلى هذه الكتلة أو تلك، لكنه هناك مؤثرات واضحة وهناك انقسام في هذا ما يسمى إذا كان امتداد وإذا كان المستقلون وإذا كان أي شيء لا ينتمي إلى الكتلة هذه أو الكتلة تلك، لكنهم ضمناً هم تحت سلطة هذه الكتل وسلطة الطغمة الفاسدة، خصوصاً أنه هم شاركوا في تسمية وانتخاب رئيس مجلس النواب يعني الحلبوسي، صوتوا يعني بشكل واضح، وأيضاً داخلين في بصفقات بين هذه الأطراف، رغم أن هناك تسريبات، واليوم بالذات اليوم أو بالأمس قالوا أنه يريدون ينسحبون من العملية السياسية على غرار انسحاب التيار الصدري، وأيضا تسريبات من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني. هذه الحقيقة لا يمكن إثباتها والتأكد منها إلا الإعلان الرسمي لها وأن تدخل مجلس النواب بالفعل، من أنه العملية ولو هي العملية أصبحت الآن على وشك الانهيار الحقيقة يعني. طيب دكتور حامد، الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤكد في أكثر من مرة أن حكومة بغداد والكتل السياسية في بغداد يعني لا تلتزم بالاتفاقيات بينها وبين
كردستان العراق، هل من المتوقع أن تكون الحكومة المقبلة أن يبقى هذا الخلاف مستمرا بين كردستان وحكومة بغداد، أم تتوقع أن يكون هناك صفقات أو اتفاقا يحسم هذا السجال؟ هو الخلاف موجود، يعني ليس بجديد، منذ سنوات والخلاف مستحكم، خصوصا في قضايا تتعلق بالمادة 140، يعني ما يسموها هم ويسموها المناطق المتنازع عليها وليست متنازع عليها، بالحقيقة هي مختلف عليها لأنه في إطار دولة واحدة. أيضا النفط والغاز، القانون لم يشرع لحد الآن من قبل مجلس النواب، يعني بغداد ليس لها سطوة في هذا المجال من ناحية قانونية، لذلك حكومة الإقليم انفردت بكل القرارات، وحتى رفضت يعني قرار المحكمة الاتحادية بأنه لا شرعية لكل الصفقات التي أبرمت مع شركات ومع قضية التصدير النفط للخارج بمشيئة حكومة الإقليم. هذه خلافات موجودة وخلافات أخرى متراكمة الحقيقة، حتى قضية الرواتب والموظفين ونفوذ الحكومة المركزية على الإقليم وعلى الحدود والمنافذ الحدودية، هذه كلها خلافات الحقيقة. هم قدموا ورقة بها نقاط تعجيزية إلى الإطار لشكل من أشكال يعني إفشال المحاولة لتشكيل حكومة، يعني العملية هي سبقة الاتفاق. هناك عوامل فشل مثل ما يقال قبل أن توفر عوامل النجاح. نعم. إذن عبر سكايب الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.